مشاهدينا للمزيد حول الرفض الشعبي لتوسيع الحصانة البرلمانية ينضم معنا المحلل السياسي الأستاذ طلال الجبوري. أستاذ طلال حياك الله، أهلا بك معنا في نشرتنا الرئيسة. سيد طلال، عندنا بعض النواب بهاي الصلاحيات بهاي الحصانة الحالية، خلينا نحكيها بالعامية، لاعبين جولة هم وحمايتهم بالمواطنين وبالشارع، ولاعبين جولة حتى بالبرلمان، إذا نعطيهم صلاحيات أكبر شي يسوون؟ تحية لك سيدي العزيز وكذلك حياك الله لقناة دجلة ولزميلتك ولكافة مشاهديكم. نعم، مثل ما تفضلت حضرتك، الآن الحصانة بهذا المستوى وإحنا ما لازميهم ولا قادرين نلزمهم، وبعدين ما مسيطرين على الوضع. كيف إذا أصبحت الحصانة مطلقة ويتمتع بكافة الحريات؟ بالتالي من الصعوبة جداً أن يمنح أو من غير الممكن منح النائب حصانة أكثر مما هي لديه الآن، ونحن نطالب بتقليل تلك الحصانة أو بإلغائها. بالوقت الحالي يجب أن تلغى الحصانة لكي يكون النائب تحت السيطرة التامة، ونعزو ذلك إلى أن العراق يشوبه الآن أكبر عملية فساد على مستوى التاريخ العراقي والعالمي. كل ما موجود داخل البلد تمر به مراحل فساد كبيرة، والسادة النواب المطالبين بزيادة الحصانة أو تكثيفها أو إعطائها حجم أكبر، نقول لهم ماذا قدمتم أو أديتم أو أبليتم من بلاء يمكن أن تشكرون عليه خلال الفترة التي عملتم بها إبان تسلم الحكومة أو قبل الحكومة لهذه السلطة لكي نكافئكم على زيادة حصانتكم. هل كان لكم الفعل الملموس داخل الشارع العراقي؟ سيدي العزيز أقولها وبصراحة، لا يمكن زيادة حصانة لهؤلاء النواب الموجودين وخصوصا حاليا، كون أننا نحاول كشارع عراقي كمدونين وناشطين ومتابعين وباحثين من الأخوة بعض الأخوة الناشطين في ملفات الفساد، متابعة كل صغيرة كل شاردة واردة تطرح على الشارع العراقي حتى من خلال السوشيال ميديا. بالتالي متابعتنا لهذا الحدث تمنعهم من الاستفادة من الكومنشنات وكذلك الابتزاز البعض أقصد، وكل الاحترام للذين يعملون وعملهم مشهود، ونحن نرى أن هناك من يعمل، لكن نطالب بتقليل الحصانة كي يكون النائب تحت مرمى أعين الشارع والحكومة. لماذا يحتاج النائب إلى الحصانة إذا كان يعمل بشكل سليم؟ لماذا يحتاج النائب إلى حصانة وهو يؤدي عمله بشكل منتظم وخدمة للناس وللحكومة التي جاءت من خلاله؟ بالتالي أعتقد أن هذا الطلب مرفوض شعبيا وكذلك عقليا غير مقبول بالوقت الحالي، خصوصا نحن نمر في أزمة فساد كبيرة سيدتي العزيزة. نعم، موضوع الحصانة تكون على النواب داخل وخارج البرلمان، ولكن في حال لم يكون عليهم أو لم يكن متهما بالجناية، بس بالعراق شاهدنا بعض الحالات لبعض النواب يعني اتهموا بالفساد، ثبتت عليهم الجرائم ولم يحاسبوا. يعني معقولة تحولت الحصانة كاملة لخارج قبة البرلمان أيضا؟ هذه ليست حصانة، هنا الموضوع لا يتعلق بالحصانة إنما يتعلق بعرف سياسي خاطئ، وهي المجاملة على حساب القانون أو على حساب الدولة نفسها. بالتالي بعض المسيئين والذين تحملوا وزر أخطائهم تحملوه سياسيا لم يتحملوه قانونيا، أعرف إلى أين يذهب السؤال بالضبط. بالتالي هؤلاء منحوا بعض العفو السياسي المبطن الذين لم يذهب بهم السياق القانوني إلى المحاكمة، وهذا أيضا يجب أن يكون في مرمى وعين الحكومة بنفسها. يجب أن يكون المواطن متساويا مع أكبر شخصية بالدولة، ماكو فرق بيني وبين رئيس الوزراء، أنا المتكلم حاليا بالمواطنة فقط، هو يحمل صفة أدائه الحكومي الذي يعمل على خدمة المواطن وأنا المواطن، بالتالي هو يتحمل مسؤولية أكبر من عندي، لأن عليه أن يوفر لي كل واجباته من حقوق إلي. بالتالي لا فرق بيني وبين رئيس وزراء ورئيس البرلمان وكذلك النائب والمحافظ وعضو مجلس المحافظة بالمناسبة الحالي. إذن
هناك يجب أن يكون مساواة بين المواطنين على اعتبار المواطنة، لكن ما يحدث هي عملية مجاملة ملحوظة من قبل الشارع العراقي وكذلك الساسة أنفسهم، ويعزون ذلك إلى عدم خلق فتنة حاليا في الوقت الحالي من إصدار بعض القرارات القاسية لربما تكون في بعض الحسابات النظرية لدى الساسة. هي مجاملة ما بين الكتل السياسية، حينما يخطئ السياسي على مستوى كبير لا نراه يذهب إلى المحاسبة، وأنا أقول ذلك ومسؤول عن كلامي. أما أن أخطأ المواطن وإن كان طيب، مهما كان فهو يحاسب وبأقصى سرعة، ولربما يذهب إلى أدراج الرياح. سيد طلال، إضافة إلى كلامك، يعني الحصانة لا تحمي النائب من جرائم الابتزاز، ابتزاز المسؤولين خاصة مساومتهم على فسادهم. كم نائب لدينا اليوم يبتز يساوم مقابل السكوت عن قضايا معينة؟ لو لم يكن ذلك موجودا لشهدنا عراقا مثاليا يتمتع بكافة الحقوق المواطن بداخل بلده. بالتالي هي عملية الابتزاز والمساومة الموجودة لدى البعض من ضعاف النفوس الذين يحملون صفات سيئة لم يكن لهم أن يكونوا أعضاء في البرلمان إلا أنه جاءت بهم الأقدار والصدف فكانوا في هذا المكان. هؤلاء ضعاف النفوس ذهبوا إلى عمليات ابتزاز وكومنشنات وملاحقة بعض المجتهدين من الوزراء والشخصيات السياسية التي تعمل بالشكل الجيد من أجل أن ينتفع من عندهم. لذلك لا ترى تواجد بشكل كبير ومستمر، إنما تجد تنافر وملتهين البعض فقط يتابع المكاتب مال الوزير الفلاني وراح لفلان واجيهم علان في سبيل الحصول على مكاسبه. وهذا سبب رئيسي في أننا نجد بعض الأسماء قد شطحت بشكل كبير وأصبحت أرقاما بالمالية. يعني اليوم هو دخل للبرلمان مفلس بصريح العبارة، حافي لا يملك من حطام الدنيا شيء، بين ليلة وضحاها أصبح رجل أعمال ولديه شركات وأصبح مستثمر وأصبح لديه العقارات وأصبحت لديه الأموال. بالتالي هذا كله كيف صار في غضون سنتين؟ أنا أتعجب وبشكل كبير. ناس على مستوى تعمل بالتجارة ما ممكن تحقق ربح كما يحققه بعض الفاسدين في أيام القلائل وأشهر قلائل يصبح رقما قياسيا داخل العراق. هذا يجب أن تنظر إليه الحكومة وتفعيل قانون من أين لك هذا، لكي يتسنى للحكومة محاسبة هؤلاء بالأسماء. على مستوى النجف احنا نعرفهم بالأسماء، على مستوى بغداد بالأسماء، بين ليلة وضحاها أصبح رقما ماليا يتلاعب حتى في السوق المالية. نائب ناهب شنو هذا؟ شلون صار ما أعرف. أكو مراقبة، أكو سؤال من أين لك هذا؟ كيف وصلت هاي الأموال؟ من لك هاي العقارات؟ هاي الإحصاءات المالية اللي يتم قبل دخول البرلمان، الدراسة اللي يقدمها عن ممتلكاته، هل هي نفسها؟ واجتهدوا كثيرا في تسجيل بعض الممتلكات بأسماء مقربين، وهذا كله ويحتاج لحصانة بعد يريد يكمل الغرقان غطى. نعم، المحلل السياسي السيد طلال الجبوري كنت معنا عبر نشرة الرئيس، شكرا لك.